لح مليانه بلا قنصي من نقن كران بقولي لبا تن مليانه بلا بض من نقن كران وويريه يوغودن بيه يأيتوبيا كو عبرتي درين كيداه مركي أي كودا واقايسي قنصي كجمهورية دا سومالي لان ورن قوليت كا إيقاد أيا إساقو نشيغاي سومالي يأيتوبيا إن أي سيهوسي أولا التنماء كودا مايستان خلاف كسودح كلاي حسي يشيه دولة دا مقالة دا مقدشة كرديسان أيا إيديه يوغو عسلا أسيو جيديسي ورن قوليت كا إيقاد وحانا عيشيك تاينو لصف تاي دولة دا إيتوبيا سوماليا أيا إسوغو يرداي دا مانبا أسفير دا كتشوغا عالم كاكو واسي وعي شروغو قبطاي مقالة دا مقدشو تاسي بدل كيدا دولة دا إيتوبيا أيا إيادونا دا مانبا إسوغو يرداي دبلوماسيين تا أي كولي داهاي عالم كا إيادا أوفر تاي سيدي اللو دردر قلين لها هشيز كا تاريخي غاه يرداح مراي سومالي لان يو إيتوبيا غير دان تا سوماليا أيانا أدون كيساقا قدوبتي ساعده يقدم بيسي إيادا أو دولة دا إيتوبيا ناسي حبصامي لأسي ودا هشيز كا سومالي لان داح مراي وربحين تينن أيا ينكسو كوبينا هو راركي يقدم بيه وقدم بينتي عدايما دايرا دا أيا دولة دا إيتوبيا صوبر دكتاي إيادا أو أيس كل فاقينيهين ورمرتيات كا إيه هشيز كي سومالي لان داح مراي أيا وحا مقال لو قدقا لح مليانه من نقن كرام بلا أقوانسي بقول يلباتن مليانه من نقن كرام بلا أبط يدو أويرهاني أي كتر كوميان ديري قلين تهشيسكي تاريخي غاها إي مدحوينها كموريا دا سومالي لان موسبيحي عبدي إي الرئيس الوساري أبي أحمد كود أحمري ودن كاسي دولة دا إيتوبيا أيان أوحا أي عدايسي إن أي سومالي لان كله هشيسي إن بد لغا كري يلباتن كيلومتر غوا سيدو او كلانا علاقات كلابادا وطن كورلو قادوه إيادو او اي إيتوبيانا أقوانسان ايسو سومالي لان سي رسميانا وقودا واقع ايسو أقوانسي جيد دولة دا فدرالكا اي إيتوبيا ايانا أرنتان سبب ايسي وحانا ايشيك تاي سومالي لان إنا يأهيد ودن مدح بنان او لميدو بي سومالي يكون ساقال بقوليو الليحدنكي ها تانا اي ودن مكالي او بادان الليلي يهي المعامل سيدو او كلانا هشيسيو مالغاشي قداها سومالي لان كفليي دولة دا إيتوبيا او عدايساي حقيقة دا إيا رونتا تالا سومالي لان أيا وحا أي شاكتا يناي حرية ديدا ديبو لاسو نقوطيكو ساقال بقول يو كوبيا ساقاشنكي كدب مركي دولة دي ملتيريغا هيد إيا سوماليا وقتيغا سيكردس نايد أي قبوت فلو كجي ستي ديغا مدى سومالي لان دولة دا إيتوبيا أيا وحا أي شاكتا وح او ديدايا إناني تشيرين إناي لغا شو هشيس عالميا إناي قوان ساتو ما داما او ودامكالي او عالم كاهيبا أي لليهين علاقات سو تشيرين أه سومالي لان كواسي او هشيسيو مالكاشي إيو دبلوماسي داي دحمرتو تلابوين كا أبي أحمد قاد أيو أيانا كعريسي أي دولة دا كردسان مغالة دا مقدشو أي حارون تا ودن كا سوماليا وحانا أي قيلان دوني دا غارسيسي إن بدأ دي لوغ عان دافي إياد أو سومالي لان مدح بناني دي دا كوموران سنايد لبا إيو صدون كي سنادو دي أغودن بيسي سومالي لان أيا سي أرنتا سي غانف كا كلو فتاي وحانا أي شاكتاي إن أي دول كي دا إيادو لأيادا هاي دستور غارانا أي لأيادا هاي تاسنا آن أي سومالي يا أو دوا فريسان إن مالغاشيغ إيو هروم مارين تدل كي دا أقوانسيغ أيو سو حسول دو بيسي لبا إيو صدون كي سنادو دي أغودن بيسي إي أي سومالي يا كويدين أي كهشي إيتوبيا سيدا أو كالانا ودامكالي أو إلاتو دبا ودانينا أي كود دبا تشيران كودا واقتان كا إيتوبيا إي أقوانسيغ عالميغ أه إي كموريا دا سومالي لان لقلق قيضا إيو قرشاها سوماليا آن ديك شلق لو سينين وحباناها آن إي رقادين كارين وقتيغان حادير كآن أي حولوهو حبصمي وصعدان سوماليا أيا إسوكو يادي دمان با سفيرة ده عالم ككم تلاه كواسي أو أي حالة دان در تيد كوكولان سيسي شاكتين إن لقادو وير روحير كإيو دولك آه أو لقاقو هرتيغا إيو أقوانسيغا كموريا ده سومالي لان إيو هشيسكا ده مراي مدحوين بيح إيو رئيس الوساري أبي أحمد هس إيا شي تابد الكيدة دولة ده إيتوبيا أيا إيو دون الدبلوماسيين تيد عالم ككم تلاه إسوكو يادي إيو ده أوفر طي إن لا ديري جليو سيدا أوكالانا سيدا أغرق صعب بادن لوفوليو هشيس كان تاريخيغا آيه كان دعاي مغالا دا أديس أبابا كوب دي بيشا كوباد لباتان لباتان إيا أفر ورور قوليت كا إيغا دو إساقونا كهاد لاي هشيس كان تاريخيغا آه آيا وحاو شاقاي إن سوماليا إيو إيتوبيا آي سيهوسي أولا لما أكودا مايستان حالا داها كان إحتاجا وقتيغا كان hase yeeshee diblomaasiyintaas magaalada Muqdisho oo waqtigan xaadirka ah cidna aamin ila ayaa arintaasi gaashaanka u daruuray waxana ay ganafka ku dhufteen warmurtiyeedka ka soo baxay urur goboleedka igadkaasi oo ay ku eedeeyeen in ay dawladda Itoobiya la jirto ururkani oo haba yaraatay aanu ka hadlin xadgudubyada Soomaaliya loo geystay waxana cilka isku sii shareereysa xiisadatan ay Soomaaliya waaweyneynayso hase yeeshee wax la sugayay ahaa sidoo kalena maskax iyo dadaal badan ay geliyeen diblomaasiyiinta arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya heshiiskan oo muddo 2 bilood ah laga shaqeynayay sida ila wareedyo hoose ay warbaahinta xogogaal ku heshay
labada dhinac ayaana si habsami leh qorshahooda isaga sii wata iyaga oo dhaqdhaqaaqyada iyo qeyladaanta Soomaaliyana aanay waxba ka bedeli karin heshiiska dhexmaray dawladda Itoobiya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan